الطاقات الشبابية والمواهب والإبداعات طبعا دايما موجودة معنا في برنامج يوم جديد وإلها حصة كبيرة. واليوم نتعرف على عبد الله الكفوين ورامي القاضي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك رامي. أهلا فيك وعبد الله، منستناك تنزل من السيارة. يعطيكم ألف عافية، مبروك هالابتكار الرائع، أهلا وسهلا عبد الله. مش هيك، أول سؤال بيخطر على بالي أسألكم إياه، يعني المهندس رامي هندسة كهرباء وصحفي وإعلامي، عبد الله كيف التقيتوا مع بعض؟ شو اللي جمعكم؟ والله إحنا كان في لنا تجربة سابقة بحاضنة أعمال اسمها ميدان، كان لي مشروع بالطاقة المتجددة وعبد الله كان له مشروع بالأثاث الذكي متعدد الاستخدام، فاثنين مشاريعنا ما زبطت والاثنين كان عندنا تجربة قبل هيك، فاجتمعنا اجاني عبد الله اللي عندي فكره واحد اثنين ثلاثه واجاني وبلشنا نطور عليها من الى لحتى وصلنا للموديل اللي هلا احنا حاطينه. رح نحكي اكثر عن سياره صحارى، بس يعني اللي جمعكم تقريبا هو ادمان وهوس الاختراع وكل شيء جديد. يعني قد ايه بردانين اول برا؟ يلا الله بعين. طيب عبد الله، يعني اذا جمعتوا بحاضنه الاعمال ميدان، يعني أخذتوا مهارات ريادية بالتأكيد صح؟ احكي لنا عن طبيعة المهارات قبل برضو ما نحكي عن السيارة. هلأ بصراحة المهارات بتعدد، منها مهارات إدارية ومنها مهارات خلينا نحكي ضبط النفس ذات، كثير تعلمنا كيف نبلش البزنس صح، فكان أول خطوة إنه نلاقي مشروع عن جد ابتكاري والحمد لله طلعنا بسحارة كار. انت هلا خلص استغنيت تماما عن الاعلام ودخلت مجال الابتكار؟ هلا انا بصراحه درست صحافه واعلام يعني عن حب وحابب الصحافه والاعلام وعم بشتغل بالصحافه والاعلام، بس لسه معي وقت ولسه انا شاب يعني شايف حالي، فاكيد مش راح اوقف عند الصحافه والاعلام. ما شاء الله، وبالعكس بتقدر يعني تروج أكثر لابتكاراتكم ولطاقات الشباب والمواهب الشبابية وبتدخل بالإعلام الشبابي. رامي احكي لنا عن فكرة السيارة، يعني احنا شايفين أول شيء اللي بلفت النظر الألوان، يعني يمكن أو أنا بحب الألوان هاي الكومبينيشن الأحمر والأزرق، بس احكي لنا كيف طلعت الفكرة، إيش مواصفات هاي السيارة، بإيش ممكن تفيدنا؟ هلا أول ما اجينا احنا بدينا بالسيارة كنا بس بدنا نتجه للناس اللي بدهم القيادة الصحراوية، فبعدين بلشنا نطور شوي شوي وصرنا لموديل انه في ناس رح يحتاجوها سواء قيادة صحراوية او ناس عندهم حاجة لهي السيارة بمزارع بمناطق نائية بكذا، فبلشنا نطور عليها شوي شوي وعملنا هاي السيارة. فأول حبة عملناها كانت كتير كبيرة، نقينا أصعب إشي ممكن نعمله اللي هو حجم كبير، اللي هو ميكانيكية جديدة، اللي هو الأداء رح يكون غير هيك. هيك يعني سريعا ما بعرف تفضلوا بس هيك نوقف قدام السيارة. هلا احنا شايفين سيارة طبعا عادية مثل السيارات اللي بتكون بالصحراء، سيارات السباق مش هيك؟ قد ايه اخذتكم وقت؟ هلا اخذتنا وقت بالتصنيع من اول مرة، من اول يوم بلشنا فيه بايدينا تقريبا بتحكي 7 أشهر، بس قبل هيك كمان كان في تقريبا 3 أو 4 أشهر لاشتغلناها على الوراء ولأكدنا انه فعلا احنا هندستنا صح. شو رأيك أعطيك المايك واحد منكم تشرحوا لنا أكثر عن كل التفاصيل يعني اللي موجودة؟ مين بحب المهندس رامي؟ وبكمل عبد الله. قرب المايك عشان طيب. هلا أول شيء السيارة زي ما أنتم شايفين هي إجمالا سيارة صحراوية أكثر، عفوا جبلية أكثر منها صحراوية، لأنه حجمها كبير مثل ما أنتم شايفين وفيها مجال أكثر للمناورة. طبعا تعليق أحادي اللي هو نظام السسبنشن بكل عجل أحادي، يعني مش متصلين مع بعض، بحيث أنه إذا طلعت على جبل على هضبة على صخرة على شيء ما يتأثر عجل مع العجل الثاني. طبعا عوامل الأمان كانت أهم شيء احنا ركزنا عليها بهاي السيارة، ابتداء بسماكات الحديد، المسافات اللي بين السائق وسقف السيارة، بين السائق وبدي السيارة خلينا نقول. غير هيك الكراسي اللي احنا استخدمناهم وحزامات الأمان اللي احنا استخدمناهم مثل ما انتم شايفين راح يكون في 4 حزامات أمان، 2 على الكتفين و2 راح يكون حوالين الخصر، فهي عوامل الأمان كلياتها كنا كثير مركزين عليها لأنه هو أهم شيء بمجال الصحراء. بالنسبة لهي السيارة لهون مثل ما انتم شايفين في زي خلينا نحكي اللي هو الصندوق الأسود هذا، هلا هون احنا عاملين ميكانيكية جديدة، هاي السيارة بتضاعف تقريبا الهورس باور اللي هي خلينا نقول الحيل والعزم اللي بيطلع من السيارة، بحيث إذا كانت ما بتعطيكي سرعة ولكن تعطيكي أداء، تعطيكي قوة بالسيارة، لأنه أنتم بالصحراء مثلا بيكون إذا مثلا في جبل عالي في هضبة بدك قوة ما بدك سرعة. فهمتي كيف؟ فهذا هو الصندوق الأسود، هذا هو شيء جديد ما في منه بالسيارات الموجودة، وهو يعني في جواته هي سر الصنعة خلينا نقول.
عبد الله، يعني أنا بعرف إنه هذا كله طلع بدون دعم أي شخص، يعني هي أنتم يمكن دعمتوا حالكم كتير، اللي ميزكم عن جد هالإصرار هالإرادة هالعزيمة حب التحدي إذا بدك، يعني عن جد كيف قدرتوا توصلوا لهون؟ قدي مرة حاولتوا يمكن صممتوا بلشتوا بالتنفيذ وما بدنا نقول فشلتوا بس ما وصلتوا لسه لهذا الاختراع؟ لا هلا هو بصراحة احنا فشلنا أكثر من مرة، بس الحمد لله يعني عرفنا كيف نطلع من الفشل. هلا بالنسبه للدعم، احنا كل الدعم كان مني انا ورامي شخصي، ما يعني بدون دعم اي حدا ثاني. هلا كيف فلتنا من الفشل؟ بصراحه بايدين بعض، لانه لما يكون رامي حاسس حاله انه خلص وصل لمرحله الفشل لازم اكون انا حاسس حالي في قمه النجاح، والعكس، لانه اذا هو حس حاله فاشل وانا حسيت حالي فاشل طلعنا من الموضوع كله وخلص فشل المشروع. فكان لازم انه عن جد واحد فينا يظل واقف بظهر الثاني، وهيك وصلنا لهون يعني. واكيد مش رح نوقف لهون يعني، نحن لقينا ميكانيكيه ثانيه رح نشتغل فيها كمان. حبينا نبلش بالصعب اول، وعن جد هاي الميكانيكيه اصعب بكثير من اي سياره ثانيه. بلشنا بالميكانيكيه الصعبه ورح نبلش بالميكانيكيات الاسهل خلينا نحكي. يعني لوين حابين توصلوا؟ يعني في إشي ممكن لسه تطوروه اكثر على هاي السياره؟ هل فكرتوا انها ممكن تكون سياره صديقه للبيئه مثلا؟ ايش طبيعه الدعم اللي انتم بحاجه له؟ لانه بالفعل يعني إشي ملفت للنظر، يعني اذا بتهيالي بشويه دعم ما بعرف يعني يمكن نوصل لإشي كتير كبير. هلا بصراحه انه تكون سياره صديقه للبيئه، احنا حاولنا نطور على البيو ديزل وطلع معنا البيو ديزل، بس للأسف هلا تكاليف إنه إحنا نشتغل على البيو ديزل رح تكون عالية شوي، خاصة مش عالية بالاستخدام، عالية بالتصنيع، فما كان معنا البجت أو الميزانية اللي مسموحة لنا عشان نمشي فيها على البيو ديزل، فعشان هيك كنسلنا البيو ديزل واشتغلنا على البنزين. هلا بالنسبة إنه إذا كان في دعم أكيد، لأنه إحنا اشتغلنا البيو ديزل وجربناه، طبعا ما جربناه على موتور سيارة، ما كنا رح نقدر نقايس بموتور سيارة، جربناه على موتور صغير مولد كهرباء واشتغل، فنحن متأكدين من أدائه، بس بالمقابل مش راح أقدر أركب موتور وخاصة أنه تكلفته عالية كثير. طيب بدنا رسالة منك للشباب رامي، وخاصة أنه في كثير من الشباب يعني بيستسهلوا كلمة مستحيل، يعني أنا اللي مستحيل اللي حاسسته هلأ البرد اللي موجود بس أكثر من هيك إيش بتقول للناس اللي بقاموسهم كلمة مستحيل دائما بيرددوها؟ والله شوفي، يعني كذا مرة إجينا نحكي أنا وعبد الله إنه مستحيل نكمل، مستحيل نقدر نوقف على إجرينا، وتعبنا كتير بس ضلينا نحاول، مثل ما قلك ضلينا ندعم بعض. فصراحة يعني بقترح عليهم إنه هاي الكلمة ما يحطوها بقاموسهم، والفكرة يحطوا إيديهم بإيدين بعض، يعني زي ما بيحكوا إيد واحدة ما بتزقف. يعني مثلا أنا وعبد الله مستحيل كان حدا فينا يقدر يوصل للمشروع اللي هو هلأ عليه، اللي لو واحد فينا اللي بدأ من المشروع من الألف إلى الياء. فأنا بقول لا، إنه لازم يحاولوا، لازم ياخذوا مجازفة، وإذا الواحد بده يوصل لازم ياخذ خطوة أكبر من حجمه. طبعا إحنا أخذنا خطوة أكثر بكثير من حجمنا، بس الحمد لله يعني إن شاء الله رح نقدر نطلع عنها. يعني ايش شعوركم عن جد هلا؟ يعني انا شايفتكم كثير مبسوطين، كثير قادرين تعبروا عن حالكم صح، يعني عن جد احنا فخورين بوجود مثل هالطاقات والمواهب الابداعيه، وان شاء الله من خلال هالبرنامج انه في ناس بالفعل تتبنى هذا المشروع وافكاركم الثانيه اللي بالتاكيد ما راح تخلص. يعني ايش شعوركم؟ كيف هالشعور بالانجاز برايك؟ هل بيساوي شعور؟ هلا انا اللي كنت بدي احكي لك اياه، وكمان يعني سؤالك برضه مرتبط باللي سالتيه لرامي. هلا اذا بدك تحكي لي انه ليش مش مستحيل، اذا بدي احكي لاي شاب انه ليش مش مستحيل، لانه فرحته لما يشوف مشروعه ماشي صدقيني بالدنيا كلها، وخاصه انه يعني لما يشوف انه انا بلشت مشروع سياره، لما اشوف سيارتي ماشي ولما اشوف سيارتي عن جد عجبت العالم او عجبت الناس، صدقيني شعور بالدنيا. يعني ما حسيت بشعور قبل هيك بنفس الموضوع. وعن جد يعني ما لازم حدا يفشل، لانه لازم شويه دعم صدقيني بوصل كل شيء. هلا احنا كنا من فتره انه ما بين او لا، ممكن الناس تحبها ممكن الناس ما تحبها، كنا مشاركين بمؤتمر نيوثينك من كم يوم، جلالة الملك رانيا اجت على المؤتمر، وقتها الاعجاب من قبل الناس، وجلالة الملك نفسها اجت شافت السياره، أعطتنا بوش مش طبيعية. يعني صراحة خلانا إنه نحس أولاً السيارة إلها أمل تنجح، والناس حبوا الفكرة وحبوا إنه هاي السيارة رح تكون سيارة أردنية طالعة من البلد. فإحنا وقتها النجاح اللي صار في المؤتمر هذا بالنسبة لنا بسوى الدنيا،
يعني وقتها حسينا انه خلص ممكن هلا نسكر المشروع ما نعمل اي شيء ثاني، بس ما راح نسكره، بس يعني الفرحه اللي صارت عندنا وقتها بتسوى كان كل التعب اللي تعبناه بالسنه الماضيه. خلينا نقول طب يعني انا عارفه انه سؤال تقليدي، بس شو راي الاهل في الموضوع؟ لأن لازم نحكي عن الاهل، بتهيأ لي يعني لو ما الاهل ما شاء الله ما كنتوا انتوا لسه بهال يعني بهالروح المبادره وبهالتميز اللي موجود عندكم. هلا بصراحه اذا بدي احكي عن الاهل، هلا اكيد الاهل لهم دور كبير سواء حتى بصقل الشخصيه بالتربايه حتى بالطريقه اللي ماشيين عليها، بس مبدأ إنه واحد دارس صحافة وإعلام يطلع على ميكانيك وسيارات وأمور زي هيك كانت مش كثير مقبولة، خاصة إنه إيش فهمنا بالسيارات؟ كنا كثير متخوفين إنه طب أوكي وطلعتوا بالسيارة، طب مين رح يوثق إنه سيارة صناعة أردنية رح تنزل على السوق؟ فلا الحمد لله يعني الأهل كثير وقفوا معنا في المرحلة الأخيرة بعد ما شافوا أول هيك بذرة نجاح طلعت معنا. واكيد يعني دور التربيه ودور التعليم وهاي الامور اكيد بيلعب دور. يمكن كلمه اخيره لانه اظن كلنا عم نجمد ولسه انتم رح تكملوا بالسياره وانا ادخل على الاستوديو، بس بدي اشكركم كثير، اذا في كلمه اخيره رامي. شكرا لك اكيد لاستقبالنا على البرنامج، وشكرا للتلفزيون الاردني على البرنامج الحلو، وان شاء الله ترقب يعني كلمة صحارى كار ان شاء الله رح تصير اشهر من هيك لقدام شوي، ورح يكون في لنا موقع ورح ان شاء الله رح نوصل للخليج بهاي السيارة ان شاء الله تعالى. يعني الف مبروك صحارى كار، ان شاء الله بنشوفكم بمشاريع ثانية، بدنا اياكم تشغلوا السيارة، وكل الشباب بدهم شوط. ما دخلني انا بدي ادخل على الاستوديو من البرد. شكرا عبد الله الكفاويين ورامي القاضي، تفضلوا عم نستناكم تشغلوا السيارة، شكرا لكم.